مساء الخير مشاهدينا. موضوع النهاردة الحقيقة شيق جدا واحترت فيه الأقاويل، يعني جيبوا كده تجيبوا كده ملهاش غير كده. الحب ما بعد الجواز. الكاتب الساخر أحمد رجب لما حب يعملوا فيلم الحقيقة ملقاش ليه اسم غير المجنون، اللي هي علاقة الزوج بزوجته من بعد الجواز. معانا الدكتورة شيماء نصر، وهي خبيرة البروتوكول الدولي والاستشارات الأسرية. هدلنا هنعمل ايه في الموضوع ده. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. قولي لي بقى نعمل ايه؟ زي ما نجيبه كده نجيبه كده، فيش، لا فيش حل. مفيش حل. يعني هو دايما الحب بصفه عامه سمه اساسيه وشريان الحياه، فبيتاثر طبعا بالظروف واللي بيحصل والظروف المعيشه والظروف اللي بيمر بيها الانسان، فبنتمنى انه يستمر على طول. يعني هو بيبقى قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه فعلا، ولا ده كان بيبقى تخيلات اللي قبل الجواز دي، ولا ايه؟ لا اكيد بيبقى بعد الجواز حاجه تانية. يعني هو قبل الجواز بيبقى كل حاجه في الاول بتبقى قويه جدا، بتبقى العلاقه مليانه عواطف ومليانه حب، وزي ما بيقولوا الحب اعمى، ما بنشوفش عيوب اللي قدامنا، ما بنشوفش اي حاجه سيئه، بالعكس كل حاجه بنشوفها حلوه، بيبقى في اندفاع جامد جدا، بينتهي ان خلاص بيقرروا يتجوزوا. بعد الجواز النهاية السعيدة لكل الأفلام المصرية. بعد الجواز طبعا الدنيا بتختلف، بس في ناس بتختلف بعد وقت طويل شوية، أو بمعنى أدق هي المفروض إن دورة الحب يعني سنتين مثلا، لو زادت عن سنتين شوية ده لما بيكون الحب قوي جدا، بعد كده بتبدأ العيوب تبان، وفي ناس بتبان على طول. احنا دلوقتي بنلاقي الأزواج قاعدين 15 و16 سنة مع بعض، وبعدين يبتدوا يقولوا لك لا خلاص احنا هنبتدي ننفصل، أو مفيش علاقة ما بيننا. ايوه يعني ما بقاش زي زمان سنتين وثلاثه وكده. ده 15 ده كتير. ايوه انا بقول كتير. يعني بعد كتير ايه اللي بيخليهم يكتشفوا بعد 15 سنه ان لا خلاص ما فيش علاقه ما بين، هو مش بيكتشفوا، هي المشاكل بتكون تراكمت ما فيش حل لها، ما فيش كلام فيها. بيبقى دايما في عيوب بيداروا عليها الاثنين عشان الحياه تستمر وتمشي، بتوصل لمرحله بيحصل انفجار ان لا مش هنكمل. لكن لو المشاكل دي بتتحل من الاول او باينه من الاول، كان اكيد ما وصلتش للانفصال زي زمان. يعني زمان كان مثلا، او زي ما بنشوف في الاسر اهالينا واللي قبلهم بال40 وال50 سنه مع بعض وبيحبوا بعض وخايفين على بعض، ده ما بقاش موجود للاسف. طب هستاذنك هنطلع فاصل عشان الاذان ونرجع تاني. اتفضلي فاصل ونعم. رجعنا من الفاصل. احنا كنا نهينا الفاصل على ان في ازواج بيقعدوا اكتر من 15 سنه مع بعض، وبعد كده يبتدوا يقولوا هننفصل مع بعض. ايوه. طيب حضرتك قلتي اسبابها ايه؟ بيبقى تراكم المشاكل ومحدش يتناقش فيها، وبيقولوا الدنيا تمشي والحياه تعدي، بتوصل لنقطه انفجار بتؤدي ان خلاص حد من الاثنين قرر انه مش هيقدر يكمل. وبيبقاش لها حل فعلا، بيبقى هو الحل الانفصال. ودي ما كانتش ليه موجوده ايام يعني ابهاتنا او كده، الجيل اللي قبل كده؟ لان الجيل اللي قبل كده كان بيخاف قوي على الاسره، يعني عنده اولاده واسرته اهم حاجه في الدنيا، فبيجي على نفسه جامد جدا عشان الحياه تستمر والاسره ما تتفككش والاولاد يطلعوا في جو كويس، حتى لو على حساب نفسهم، وبالذات المراه. يعني الام دايما بتبقى شايله العبء كله وبتعدي حاجات كتير جدا عشان خاطر اسرتها. مع التطور واللي بيحصل دلوقتي، وان دايما بقينا نناشد المراه انها ما تسيبش نفسها كده وما تعيش غصب عنها، وان لازم يبقى لها موقف في الحياه، وان لازم برضو هي تستمتع بحياتها، وان ده بيسبب امراض وكده، خلى الستات دلوقتي بقى طريقه تفكيرهم مختلفه، والرجل كمان. وخصوصا ان هي مالكه، اغلبيه الستات مالكين للفلوس بتاع، يعني مالكين لدخلهم، مالكين دخلهم حاليا عن الاول كمان. فده للاسف زي ما كان له ايجابيات بقى له سلبيات. يعني طبعا احنا بنناشد ان الست ما تعيش حياه هي مش عايزاها، بس برضو كان جانب التضحيه وانها تصلح الحياه دي كان بيبقى له الاولويه زمان. كان بيسمعنا هيزعل من حضرتك قوي. جايبه كل اللوم على الستات. وبالنسبه للراجل بقى، يعني نرجع لفيلم المجنون اللي كنا بنتكلم عليه. هو الراجل يعني دايما، يعني فين الورده، فين الهدايا، الخروج، الحاجات دي. هو دايما الست عليها العبء كله، او المراه وبالذات المراه المصريه دايما هي اللي عليها العبء كله وشايله المسؤوليه كلها، فعشان كده بنيجي عليها اكتر. لكن طبعا الراجل بيأثر في حاجات كتير، بس الست دايما هي اللي بتظبط الدفه زي ما بيقولوا، يعني هي اللي بتقاوم الدفه. لكن حاليا طبعا الستات ما بقتش زي الاول عندها نفس الطاقه، هي عايزه برضو اللي معاها يشيل، وده الحقيقي المفروض يحصل. ناس ثانيه تقول لك يمكن حسبتها صح. ممكن حسبتها صح، بس على حساب مين؟ ما على حساب مين؟ لازم نشوف هنخسر ايه
او ايه اللي هنضحي بيه. يعني انا بشوف دايما طالما بقى في اولاد لازم نحسبها كويس جدا، لان دول هيخرجوا للمجتمع بامراض نفسيه كتير قوي، ودايما الام هي اللي شايله المسؤوليه. يعني انت فاهمه ازاي؟ احنا عارفين ان الراجل بطبعه اناني، يعني انت فاهماني؟ يعني حضرتك مع استمرار العلاقه ما دام في اولاد، سواء لا كان مش اصلاحها، احاول على قد ما اقدر اني اصلاحها، لكن لو الحاله ما يعني خلاص ميؤوس منها وبيسبب ضرر، يعني لو بيتمادى بالايد، لو بيتمادى بالالفاظ، لو الحياه بقت مستحيله خلاص. لكن لو الموضوع ممكن يتعالج، انا بشوف دايما نعالج، ادام حصل زواج لازم نعالج. علاجها بقى ايه يعني؟ علاجها الحوار، ان انا اصارحه باللي مضايقني، هو يصارحني بالحاجات اللي هو مش حاببها. هو للاسف احنا دايما بنبقى شايفين ان احنا بنعمل اقصى حاجه، يعني هي ممكن تكون بتعمل كل حاجه في نظرها، تهتم بشكلها، تهتم بمظهرها، بتهتم بالبيت، ومش ده المطلوب، مش ده اللي يسعده هو كزوج. يعني ممكن هو كزوج يكون بيدور على الحوار، انها تسمعه، تتكلم معاه، هي في نظرها لا، ان هي مهتميه بشكلها والبيت زي الفل، هو ده ما عندهاش طاقه انها تسمع او تعرف ايه. طب اللي بيرجع ما بيتكلمش اصلا مش بقولك عن تجربه شخصيه على فكره ما هو دي مشكله تانية. دي مشكله احنا شايفين كده، دي مشكله. لو هو ما بيتكلمش، هي لازم تفتح معاه حوار، ولازم تحاول تفضي وقت انهم يقعدوا ويتكلموا. بصي الصراحه انا اصارحه بالمشاكل اللي معايا في علاقتي بيه، وهو نفس النظام. ما ينفعش نفضل كل واحد بيجتهد من غير ما اللي ليه بنصعبها. يعني ليه انا افضل اعمل كل حاجه وانا شايفه اللي قدامي مش سعيد، وهو بيحاول برضه فاكر انه بيساعدني وانا مش سعيده. نصارح بعض، انا بحب كذا، انا بكره كذا، ونريح بعض. والمتطلبات دي بتتغير، بتتغير يعني بمرور السنين، بتلاقي دلوقتي محتاجه كذا، كمان 5 سنين محتاجه كذا، بتتغير، العمر بيكبر فمحتاجه حاجات معينه مش محتاجاها زمان. اكيد اكيد بتتغير. عشان كده الحوار هو اساس العلاقه الزوجيه الناجحه، ان يكون في حوار وفي حديث مشترك وفي اهتمامات مشتركه، ان اشوف ايه اللي بيبسطه او ايه اللي بيبسطها، ايه اللي بيسعدها. يعني هي ممكن تسعدها ورده، تسعدها شوكولاته، تسعدها هديه، وفي نفس الوقت هو يبقى فاكر ان اللي بيسعدها بس مجرد انه يهتم بيها او يقول لها مالك. الورده والشوكولاته ده اهتمام. ما هو في ممكن بيشوف ان كلامه او تعامله كويس مع مراته، للاسف يعني يشوف ان ده اهتمام، انه ما يهتمش بالمناسبات ولا يجيب لها هدايا، هو شايف ان دي حاجه شكليه ومش ده الاهتمام. فلازم الاثنين يبقى في حوار مشترك، يعني نحاول نخلي يوم في الاسبوع او يوم كل فتره ان احنا نقعد مع بعض ونخرج مع بعض نتكلم، اسمعه. ما اكيد لما اسمعه هعرف ايه اللي ناقصه، وهو لما يسمعها هيعرف ايه اللي ناقصها في حياتها. لكن ما فيش حوار او بيسمع ويكبر دماغه، يعني فاهم الفكره؟ الحوار لازم يكون على المشاعر، يعني اهم حاجه المشاعر. ما يكونش مثلا حوار الولاد عملوا ايه، امتحنوا وخلصوا وراحوا جم. الولاد مرحله، يعني نخلي كلامنا عن الولاد ده حاجه غير ان احنا الاساس. الاساس انا وانت، ايه اللي مضايقك، ايه اللي مغيرك، انت ما كنتش كده، فايه اللي مقصره فيه، احتياجاتك ايه. ممكن لو هي بتسمعه او هو بيسمعها هيعرفوا احتياجات بعض. لكن لو ما فيش حوار او ما فيش استماع، خلاص هيفضل كل واحد بيفتكر انه بيبذل اقصى جهده عشان يسعد اللي قدامه وهم بيسعدوش. يعني حضرتك شايفه ان الكيل الموضوع ده كله مفتاح هو الحوار. الحوار الحوار، الصراحه، اني لو انا شايف ما فيش حاجه اسمها المفروض يعرف لوحده، المفروض تعرف لوحدها، احنا مش هننجم. يعني انت فاهمه؟ انا لو انا بتضايق من حاجه اقول انت، لو انت جايب لي هديه وانا مش دي اهتمامي خالص، اقول لك جميله وكل حاجه طبعا، بس انا بفضل كذا. انا بالنسبه لي ان احنا نخرج نتعشى بره احب عندي من ان انت تجيب لي هديه غاليه. ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ده يفرق معايا اكتر، ابقى عارفه ايه اللي هو عايزه. ما ممكن هو يبقى من النوع اللي عايز يتكلم ويحكي عن مشاكله وانا ما بسمعوش ولا بهتم. نفس النظام هي، يعني الولاد اساسي طبعا ان احنا نعرف مشاكلهم، بس مشاعرنا احنا كراجل وست دي اهم حاجه. في ناس يعني يقول لك، يعني في راجل يقول لك انا دايما ملام، يعني انت دايما حطاني في حته ان انا ملام، مش عامل اللي عليا، مش مادي واجباتي، وده اقصى حاجه عندي. هو فعلا دي حقيقه، هو الراجل ملام اكتر دايما في العلاقه المشاعر. وفي المشاعر، لانه ما بيبذلش المجهود اللي بتبذله المراه. هو شايف دايما ان هو اللي بيعمله كفايه، هو شايف ان هو لو رجع البيت وما تاخرش بره وقعد في البيت شويه هو كده عمل اللي عليه. يعني فاهم ازاي؟ لو جاب هديه او جاب حاجه هو كده عمل اللي عليه. لا، هو مش واجب بتخلصه. الحب اهتمام، ان انا اعمل الحاجه تبقى باين ان انا عاملها بحب، اهتمامي عليها وهي تعبانه، اهتمامي بصحتها، خوفي على مشاعرها، خوفي ما اجرحهاش، ما اقولش حاجه تضايقها، حاجات كتير. يعني مراعاه المشاعر ده من الحاجات المهمه جدا، تبادل الهدايا من الحاجات اللي بتقوي العلاقه جدا. انت فاهمه ازاي؟ المشاركه، ان احنا نتشارك مع بعض حاجه نعملها سوا، بتقرب بين الاتنين وبتقرب بين مشاعرهم، وبتخلي فيه يعني حب. عارفه حاجه حلوه ان احنا نشترك في حاجه سوا ونعملها،
فاهماني ازاي؟ كانت بتحصل قبل الجواز يعني الحاجات دي، بتدلين كانت موجوده. كانت موجوده كتير، وكل حاجه كل واحد بيحاول يسعد التاني على قد ما يقدر. دلوقتي بعد الجواز ما بيتعملش كده، ولو ما فيش وقت يعني، لو كان الرد انا ما عنديش وقت انا بعمل اقصى ما عندي. نوجد الوقت، نوجد الوقت يعني، ما فيش وقت نوجده. لازم هنلاقي وقت، زي ما هتلاقي وقت تلعب مع اصحابك بلاي ستيشن، زي ما هتلاقي وقت تقعد مع اصحابك على بالليل وتسهروا سوا، بيتلاقى وقت. دايما حجه عدم وجود وقت ده بيبقى ناتج لعدم الاهتمام. لو في اهتمام هوجد الوقت، زي ما الزوجه بتعمل يعني، الزوجه بتوجد الوقت مع ان هي طول اليوم ممكن تكون بتشتغل وفي نفس الوقت بتشوف مهام بيتها والاولاد، وبتحاول توجد له وقت عشان يبقى مبسوط. هو الرد بقى انت ما بقيتيش مهتميه بيا زي الاول، انت مش في البيت برضو. انا كنت شفت حلقه لحضرتك بتتكلمي فيها، لان واحد يقعد في البيت فن القعده في البيت. أيوة. القعده في البيت فدي برضو بنهمل فيها كستات كتير يعني، خلاص احنا اتجوزنا فخلاص مش ببقى بالاناقه اللي انا نازله بيها الشارع مثلا. دي حقيقه. دي حقيقه، في ناس بتبقى بالاناقه. عشان كده انا مش باجي على المراه. بس هو عشان كده بقول لك دايما الدفع عند المراه. ليه؟ لان انت بتدي له مبررات للاهمال. يعني فاهمه ازاي؟ انا عايزاها تبقى قافله كل المبررات عليه للاهمال، يعني عشان لما يغلط يعني فاهمه ما يلاقيش. لا ولو يغلط هيلاقي كذا مبرر، مش محتاج. لا والله ساعات ما بيتلاقاش فعلا يعني عندنا. هو نفسه يبقى ده هو السؤال دايما اللي بنساله لما بتحصل حاله طلاق او كده. دي مراته زي القمر يعني، دايما بيبقى الاستغراب. أيوة. كده دي مراته زي القمر، ده مخده بالها من الولاد، ده البيت زي الفل، الحاجات اللي هي الطبيعيه دي. ايوه. وبرده بنلاقيه يتجه لاتجاه تاني. ما هو ده برده هنرجع للاختيار من الاساس. لازم يبقى له قوانين وله يعني، ما نتجرفش ورا عواطفنا. بنبص للشخص وطباعه، احنا بنعدي حاجات كتير في الخطوبه من باب الحب. يعني فاهمه ازاي؟ بتبقى في عيوب واضحه جدا وبنعديها وبنكمل الجوازه من باب الحب، وبعد كده بنلاقي ما حدش بيتغير. وبعدين ما فيش حد بيتجوز حد ويغيره، يعني دايما يتقال لك هيتغير بعد الجواز، هتتغير بعد الجواز، ما حدش بيتغير. لا انت هتخليه يبقى طبعه زيك، ولا هو هيخليكي طبعه زي يعني طبعك زيه. فبالتالي احنا مش بيتغير، هو بيتقشر يعني اللي بقى عليه حاجه يعني اي حاجه. الحب طبعا، لان مرايه الحب زي ما قلنا في الاول عاميه. حتى لو طالت السنين اللي قبل الجواز يعني، لو كان الفتره اللي قبل الجواز مرحله كبيره يعني، ما فيهاش بقى حد بيمثل على حد زي ما بيقولوا. لا في الاول كل واحد بيظهر الحلو اللي فيه غصب عنه. بتداري الوحش وفي نفس عدم تحمل المسؤوليه. وعدم تحمل المسؤوليه يعني ما يبقاش فيه مسؤوليه في الاول جامد، فبراحتي بقى انا اجيب ورده اجيب حاجه، بعد كده المسؤوليه بتاخدني. ايوه. وفي والله من الاول ما بيجيبش يعني، في من الاول ما بيجيبش. انا اعرف ناس في الاول ما بيجيبش خالص من الخطوبه، ما بيجيبش المفروض ما تكملش. وهي في نظرها بتلاقي مبررات لده. بعد الجواز بتكتشف لا ان الوضع اسوأ. بس انت يعني، ما انا عشان كده بقول لك الحب اعمى. انت بتبقي شايفه كل حاجه وكل هدفك الجوازه، يعني انت حباه فمتغاضيه عن كل حاجه وبتلاقي لها مبررات. لا في حاجات ما يتلاقيلهاش مبررات. فهو الاختيار من الاساس لما بيكون غلط بيبقى له عواقب كتيره قوي، فمهما بيطول الزواج بيبقى مصيره نهائي. اظهار الحب ده من وجهه نظر حضرتك بيبقى حاجه لازم اتعود عليه وهو صغير يعني؟ الطفل لازم يبقى متعود ان شايف ابوه وامه بيظهروا حبهم لبعض مثلا، عايش في البيئه دي، حاجه متعود عليها وهو صغير. نقطه مهمه جدا وجميله، بتبقى في النشأة فعلا. لو انا شايف الاسره، ما عشان كده بنقول لك الاختيار السليم، لو الاسره كويسه او اسره طبيعيه، اب وام بيهتموا ببعض، الام عندها اكتفاء من الحب والحنان، فبتخلي الولد او بتربيه على ان برضه يدي وان هو يهتم، وشايف باباه بيعامل مامته ازاي فبيشوف النموذج ده فبيبقى فعلا زيه. يعني انا مع مقوله في بعض الاحيان فاقد الشيء لا يعطيه، وفي ناس تقول العكس، فاقد الشيء بيعطيه بزياده. ما هو في كده وفي كده، بس انا بشوف ان في الاسره بالذات لا، فاقد الشيء لا يعطيه. لان هو فاقد حنان، فاقد نموذج كويس، فاقد قدوه حسنه في الاب. يعني لو اب بيضرب، لو اب بيهين، لو الام دايما مكتئبه وبتعيط ودايما حزينه ودايما كئيبه. وفي ناس بتدي لابنها كمان في التربيه، وده جانب خطير جدا ما كنتش حابه اتطرق له، بس بتدي له قسوه في التعامل مع الست اللي هيرتبط بيها من صغره. انت راجل بقى، انت راجل وهذا وانا امك. وان هي الاساس، وان الزوجه دي ولا حاجه، وامي امي امي، والزوجه دي مش موجوده خالص. يعني ممكن الزوجه دي في اي وقت تروح. المبدا المقوله اللي بتتقال، الام ما تتعوضش لكن الزوجه تتعوض. فده بيخلي فيه برضو قسوه. في برضو انه بيشوف ان لو باين لمراته حب واحترامها قدام الناس واتكلم عنها حلو، ان ده حاجه عيب في حقه، ان يبان ان زوجته اللي ماشياه. يعني في جوانب كتير الموضوع، انت عارفه له جوانب كتير في التربيه. في التربيه اثرها سيء، وبتاثر بعد كده على الاسره دي، وبتسبب علاقات غير سويه. يعني لان اللي مش سعيد هيدي سعاده ازاي؟ يعني اعرف ان حد ممكن يبقى حنين بالفطره، يعني طبيعته حنين، الست بطبيعتها سواء ام او مش ام حنينه،
عندها مشاعر الامومه من وهي طفله، بس برضو بيتغيروا. يعني انا برضو قدامي نماذج كتيره بتبقى حنينه جدا وكل حاجه، وفجاه بتلاقي من القسوه الوضع يتغير. ما هو من القسوه، قسوه الحياه بقى، قسوه الحياه وقسوه الزوج وقسوه اللي حواليها، وان احنا دايما بنحملها هي كل حاجه، انت السبب انت السبب انت السبب. فبالتالي خلاص بتتحول المشاعر، كل حاجه طبيعي تتحول. مفيش حاجه اسمها ان حد هيفضل زي ما هو. ارجعي بالسنين كده لورا، انت من 5 سنين لا ولازم الناس تتغير، بس نتمنى نتغير للاحسن. عشان كده بنحاول نبذل قصارى جهدنا، وبالذات بعد ازمه كورونا، لان الزوج والزوجه اتجمعوا ببعض بقى، يعني قعدوا في البيت مع بعض. أيوة. عارفه الاول كانت الحياه ان اليوم بيخلص والناس بتنام، ممكن ما يشوفوش بعض، ممكن ما يبقاش فيه، ظهرت كل اللي خلص. ظهرت كوارث كده. في دقيقه حضرتك تقول لنا كبسوله كده للعلاج بتاع الحب بعد الزواج. الهدوء الهدوء مهم جدا، ونحاول نشوف حل، يعني نحاول يبقى بالحوار نكون صراحه مع بعض، ونواجه بعض بعيوبنا من غير ما نجرح، لان التجريح ده كارثه. يعني مش معنى ان انا ابقى صريح واقول لك نعم ان انا متضايق منك ان انا جرحك. انا اقول لك انا بحب كذا وانت تقولي لي انا بحب كذا، ونحاول نوصل لنقطه في النص ونلتقي عندها. فهو الهدوء في الحوار، وان احنا يبقى بينا حوار، ده اهم حاجه. يبقى احنا نختم الحلقه الفقره دي بان احنا يبقى عندنا هدوء في الحوار، ونتلاقى مع بعض في نقطة ان احنا نوصل بيها لحل المشاكل. احنا مبسوطين جدا حضرتك كنت معانا النهارده، وان شاء الله تشرفينا مره تانية. ان شاء الله يسعدني. مبسوطين جدا لحضرتك. فاصل ونواصل ان شاء الله. مساء الخير، دي اول حلقه لينا في برنامجنا لمتنا مع نهى. البرنامج هيبقى شامل فقرات كتيره جدا، وفي اجابه على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها وسالتوها لنا قبل كده، خاص بصحتك، بالاسره، بالطفل، بزوجك، بكل حاجه. اول اكله لينا ان شاء الله هتكون باستا بالجمبري. فاصل ونرجع تاني ان شاء الله نشوف الاكله بتتحضر ازاي. رجعنا من الفاصل، هنعمل اول وصفة لينا هي باستا الجمبري. محتاجين جمبري، وهنحتاج معاه بعض التوابل هنقولها على طول واحنا بنشتغل. اول حاجة هنعملها هنحط شوية زبدة، بنحب نحط مع الزبدة على طول شوية زيت علشان ما تتحرقش. وننزل عليها بالجمبري. هنقلب كويس، هنلاقي اللون الرمادي ابتدى يبقى مدي على بينك شوية كده. الجمبري معناه ان هو ابتدى يستوي. هنسيبه شوية على النار، نكون حاطين التوابل بتاعتنا. هنحط بودرة ثوم وبصل مع بعض، شوية ملح، شوية فلفل، وطبعا الكمون. الجمبري بيحب الكمون جدا، اي سي فود بيحب الكمون قوي. نقطف ونقلب تاني.
نضيف بعد كده عصرتين ليمون، ناخد البزر وهنشوح معاه شوية بصل. نسيبه على النار ونرجع تاني بعد ما يستوي نقول هنعمل فيه ايه.